الحكومة التي ساهمنا فيها وكذا، احنا من خارطين ومسؤولين ونتحمل المسؤولية في حصيلتها، ولكن تنعتقد أنها ثقيلة شي شوية، ثقيلة عدديا، ونعتقد كذلك في الاتحاد الاشتراكي أنها ثقيلة كذلك سياسيا. هو الشيء اللي ما قالهاش باش تعطي أكثر شيء بتنقلوا هذا الشيء. ولذلك احنا عبرنا على هذا الشيء في المشاورات الأولى مع السيد رئيس الحكومة. السيد رئيس الحكومة يبدو أنه قام بجولة أولى لكل الفاعلين الموجودين في الأغلبية، وأنا أتتبعه فقط بحالي بحالك كمتتبع. أنا تنعتقد اللي غادي يخرج الخلاصات واللي غادي يقدم اقتراحات بشأن ما تداوله مع مختلف الأحزاب السياسية هو السيد رئيس الحكومة، ولذلك لا يمكنني أن أفيدك نهائيا في شأن ما سيقع مستقبلا. لنأكد لك أن الجولة الأولى انتهت، وأعتقد أن الأمر غادي يدوز الجولة الثانية. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.